بعد أربعة أعوام من توقف البطولة الرياضية الشعبية، يعود الزخم الرياضي إلى الواجهة مجدداً، حيث شهدت مدينة ترم بحضرموت بطولة الفقيد مبارك سهيل بمشاركة 11 فريقاً منافساً يتبعون نادي الوحدة بترم في بطولة ألعاب القوى. تأتي هذه البطولة في وقت يستعد فيه نادي الوحدة الرياضي لإعداد فريق مشارك ضمن أندية وادي حضرموت أندية الجمهورية لألعاب القوى. تنافس شديد لأكثر من 460 مشاركا في مختلف ألعاب القوى لفئة الكبار والناشئين. حصد المركز الأول لفئة الكبار لاعب فريق السلام بحي السوق، فيما حصد المركز الأول في فئة الناشئين لاعب فريق التحالف بحي المحيضرة. ألعاب القوى تعتبر أم الألعاب، يا ريت أنها تكون يعني عبارة عن في السنة سنوية أو كل بعد 4 شهور مشان يكتشفوا مواهب جديدة بالنسبة لفئة الناشئين والشباب. ما نحن الكبار الحمد لله يعني شاركنا مع المنتخب اليمني وشفنا، وبرضه معي أرقام وطنية جديدة في لعبة رمي القرص، تطويع القرص ودفع الجلة. خطوة تشييعية هامة لعودة ألعاب القوى بحسب البعض هنا، أحياها نادي الوحدة بترم أحد أعرق أندية حضرموت، حيث تهدف لإبراز اللاعبين لتمثيل ناديهم والمنتخب الوطني في البطولات المحلية والعربية. ألعاب قوى المعروف على مستوى الجمهورية هي ليست لعبة جماهيرية، لكن ترم تختلف تماما. ترم هذا الجمهور لا نشاهده حتى في المباريات الكبيرة لكرة القدم، ولهذا نحن موجودين سعداء بحضورنا، متمنين أن دائما تشهد هذه المدينة العديد من البطولات. البطولة التي استمرت على مدى يومين شكلت حضورا لافتا للجمهور الذي ملأ مدرجات الملعب في مشهد عكس شغف الجمهور بحب الحياة رغم من غصاتها المختلفة. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة ترم بحضرموت.